طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الأسبوعية التي نقدمها كل يوم سبت، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة بشكل عام خلال الأسبوع الحالي، حيث يسود طقس صيف اعتيادي خلال النصف الأول من هذا الأسبوع، لكن هناك كتلة هوائية حارة متوقعة أن تؤثر على المملكة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع. نبدأ نشرتنا باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. تكون درجات الحرارة حول معدلات لمثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق. تظهر بعض السحب المنخفضة على المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى وأجزاء من المرتفعات الشرقية خاصة خلال ساعات الصباح. بالنسبة ليوم الاثنين ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتنتشر بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجبلية خاصة المنطقة الشمالية، كما تتفرق بعض الغيوم العالية في المنطقة الشرقية. بالنسبة ليوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة، طقس حار بشكل لافت في العقبة حوالي 41 درجة مئوية، أما المنطقة الوسطى حوالي 33 درجة مئوية، ويستمر ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح فوق الجبال خاصة الشمالية منها. بالنسبة ليوم الأربعاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس حار نسبي في الجبال، لكن حار بشكل لافت في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية وأيضا بالبادية الجنوبية، حيث تسجل العقبة 41 درجة مئوية، المنطقة الشرقية 40 درجة مئوية، بينما تكون في أواسط الثلاثينات في الجبال الوسطى والشمالية. بالنسبة ليوم الخميس تنخفض قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى على بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. المنطقة الوسطى تسجل 32 درجة مئوية، الشمالية 33، تنخفض في العقبة لتسجل 38 درجة مئوية مع بعض الغبار الخفيف بسبب الرياح النشطة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. أما المنطقة الشرقية أيضا تسجل بعض الانخفاض الطفيف لتكون في أواخر الثلاثينات. بالنسبة ليوم الجمعة تعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، 28 درجة مئوية في الجبال الوسطى، تسجل 26 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية في الشراه، بينما تسجل 18 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا خلال ساعات الليل. 37 درجة مئوية متوقعة في العقبة، 33 في البادية الجنوبية، أما المنطقة الشرقية 38 درجة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، انتظرونا في النشرة اللاحقة السبت القادم، وإلى اللقاء.